أعزائي الأطفال، مرحبا بكم في سلسلة لنتعلم. اليوم سنتعلم بعض الألوان باللغة العربية، فلنتابع. أزرق، إنها سيارة زرقاء. أين هي السيارة الزرقاء؟ أحسنت. أحمر، إنها سيارة حمراء. أين هي السيارة الحمراء؟ جيد. بنفسجي، إنها سيارة بنفسجية. أين هي السيارة البنفسجية؟ ممتاز. أخضر، إنها سيارة خضراء. أين هي السيارة الخضراء؟ جميل. رمادي، إنها سيارة رمادية. والآن، أين هي السيارة الرمادية؟ رائع. أسود، إنها سيارة سوداء. أين هي السيارة السوداء؟ ممتاز. وردي، إنها سيارة وردية. أين هي السيارة الوردية؟ أنتم رائعون. إلى اللقاء يا أطفال.